يا جماعة هنعمل بقى طريقة الجبنة الحادقة. من أول الطريقة، من أول الطريقة هنسمي الله كده وهنبدأ. معانا لسه معانا 2 كيلو جبنة قريش اللي هي الجبنة الفلاحي. هنعمل ايه فيها عشان ما تيجي تحطها في المش ما تدوبش معاكي. معانا ملح اهو، ملح خشن اللي هو المخرز، الكيس هنا بجنيه، جبت كده كيسين ب2 جنيه. وكمان هنعمل ايه، هنسمي الله كده وهنحط ايه الجبنه فيها. تعملوها فيها يا بنات بالشكل دي كده، تحط ايه تغطاها خالص بالملح عشان كمان ما تدوبش منك في قلب المش وتعيش معاكي كتير. هنعمل بقى الكميه كلها بنفس الطريقه كده بالشكل دي كده. دي جبنه القريش اللي هي جبنه الفلاحي، هنغطسها كده في الملح. دي اهم خطوه في الجبنه عشان تعيش معاك بالشكل دي كده. ماشي يا بنات، كده عملنا ايه الجبنه اهو، عملتها كلها بالملح زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده. كده يا بنات تعيش معاكم لو حطيتوها في المش، دول 2 كيلو. دلوقتي هنعمل بقى طريقة المش ازاي. كده احنا خلاص عملنا الجبنة، هنحطها بقى في قلب البولة تاني عشان هنسيبها يومين، هنسيبها يومين في الملح ده، مش هنحطها في المش على طول. الطريقة دي الجبنة بتعيش معاك لو قعدت سنة في قلب المش ما يجراش لها اي حاجة. هنحط بقى الكمية كلها في قلب البولة كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جاي لكم، أتمنى يا رب إن الفيديو النهاردة يعجبكم. حاجة كده بسيطة وسهلة إن شاء الله نعملها معاكم، اللي هي الجبنة القريش، الجبنة الحادقة. طريقة المش وطريقة الجبنة هنعملها ازاي. يلا بينا. أول قبل ما تتفرجوا على الفيديو يا بنات تعملوا لايك حلو عشان نفضل برضو مستمرين معاكم. وكمان التعليقات بتاعتكم بتفرحني وبتسعدني، ربنا يخلوك يا رب. يلا بينا بقى نخش على المطبخ ونشوف عملنا طريقة المش اللي هو الجبنة الحلقة ازاي، وكمان طريقة الجبنة من اول خالص. اول حاجة يا بنات زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده، عملت الجبنة في الملح. اهم حاجة يكون الملح مخرز اللي هو الخشن، ما يكونش ناعم. الخطوة ده عشان ان الجبنة ما تدوبش منك وتتهرى منك في قلب المش. دي اول خطوة خالص في الجبنة، يعني انت ما بتبقى شارياها بتجيبها وتعملها في الملح وتسيبها يومين لما تصفي ميتها خالص. يعني الملح دي كمان بينزل الميه بتاعت الجبن عشان تبقى ناشفه معاك وتبقى حلوه كده. بعد كده بقى تاني خطوه معانا، 2 كيلو فلفل احمر. كنت جايبه الفلفل الاحمر دي من السوق عشان ان انا هعمل جبنه وكده. جبت ال2 كيلو فلفل وغسلتهم كويس، وكمان قطعته حتت صغيره عشان اعرف افرمه في الخلاط. خطوات سهله خالص وحاجات ماهيش صعبه. بعد كده عملنا ايه، مسكت بقى الفلفل كده بتحط ايه قرن بقرن كده في قلب الخلاط عشان ما احطش الكميه كلها وتكتم لي الخلاط. بتحط وهو شغال كده. دي بقى تاني خطوه معانا، هنفرم بقى الكميه كلها بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. وبعد كده بقى اقول لكم هنعمل ايه تاني. بس لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لي لايك. جينا بقى اهو بعد ما فرمت كميه الفلفل كلها، حطينا كمان دول يا بنات 2 كيلو لبن. اما تكون هتعملي 2 كيلو جبنه عليهم 2 كيلو لبن، هتزودي الكميه هتزودي في اللبن عشان يبقى المش معاكي حلو وتقيل. دي المش اللي هما بيبقى يعملوه الاول، بان ما يكون عند مثلا والدتك او حماتك او اي حد من قرايبك عنده بقى مش قديم، مش مستعمل قبل كده يعني في جبنة قديمة، بتجيبي منه شوية وكمان بتضيفيهم على ايه، على المش الجديد اللي انت عاملاه، بتديله ريحة وبيخليه تقيل وما شاء الله كأنك عاملاه بقاله سنة بتلاقي حلو. بدأت كده
بصراحة المشي دي انا كنت جايباه من عمتي اللي هي اخت جوزي، ربنا يخليها يا رب ويصلح حالها. ساعة ما قلت لها بصراحة ما اتأخرتش، ادت لي ايه 2 كيلو، مش هم يعتبر في حوالي 2 كيلو قد اللبن. المهم قمت انا حطاهم بقى مع المش الجديد، بصراحة كان مخلي طعمه جميل جدا، والمش اصلا اللي انا جايباه منه بصراحة جميل جدا. ربنا يخليها يا رب ويسعدها. بعد كده عملنا ايه بقى كده، خلاص المش بقى دي المقادير بتاعت المش: فلفل احمر ولبن 2 كيلو، فلفل احمر و2 كيلو لبن. دي ما هيكون هتعملي 2 كيلو جبنة بس، ما يكون هتكتري في المقادير بتكتري في اللبن وفي الفلفل كده. خلاص يا بنات هنحط بقى، هنضيف الملح، هنحط له حوالي 2 معلقة ملح او 3 كده، لان احنا حاطين ملح كتير في الجبنة، والملح ما بيخليش لكي ما بيخلو ما يخليش لكي مثلا يخلي الجبنة تعيش معاك كتير، او المشي يعيش ما يحصلش له اي حاجة ولا يخش له اي حاجة وحشة كده. بقى دوبنا المشي مع الملح. جبت بقى برطمان، دي انا كنت شاريها يا بنات للجبنة مخصوص. انا عندي بقى برطمانات تانية اللي هي بقى بحدق فيها ليمون والكرنب والزيتون والحاجات دي. دي بقى جبت البرطمان دي ب20 جنيه، ما شاء الله ياخد له 10 كيلو جبنة. جايبة كبير برضو عشان لو حبيت ازود جبنة. انا كنت جايبة واحد اصغر منه بس رجعته، لقيته صغير، قلت لو انا حتى جبت جبنة او كده مش هياخد تاني، انما دي ما شاء الله ياخد له 10 كيلو جبنة، قلت نجيب الكبير احسن عشان يبقى استعمالي حلو. بعد يعني كده بقى فضيت الجبنة كلها في قلب البرطمان. وبعد كده بقى هنفضي المش بأي بطبق بالكبشة بأي حاجة عشان انت ما تعكش الدنيا او حاجة تقع منك. اهو بنفضي كده بطبق، هنفضي بقى كمية المش كلها في قلب الطبق. طريقة سهلة جدا جدا للأول مرة عايز يعمل حاجة زي ده ومش عارف. بعد كده يا بنات فضينا الكمية كلها، ودي آخر طبق معانا اهو، فضنا كله بقى في البرطمان. بعد كده بقى هتسيبي بقى في حتة برضو، ما كنش هتحطي مثلا في المطبخ، تحطي في اي حاجة، اما حاجة تكون بعيدة بعيدة عن الاطفال عشان مثلا ما يعملوش لك في اي حاجة فيه كده. اهو بالشكل دي كده حطينا المش بقى والجبنة مع بعض اهو، ما شاء الله يا بنات ما اقولكوش بقى على ريحته، بالذات كمان شوية المش اللي انا جايباه اللي هو القديم، بصراحة مخلي ريحته جميلة جدا او بالشكل دي كده. تشوف اصلا الجبنة طول اللي ده بقالها شهر في قلب المش وهي لسه محطوطة الوقتة. اتمنى بقى يكون الفيديو النهاردة عجبكم، ويكون حاجة كده خفيفة على قلبكم، واهم حاجة يا بنات تشجعونا كده بالتعليقات وباللايكات الجميلة عشان نفضل برضو نعمل لكم المزيد. اتمنى كده من الله ان انتم ان الفيديوهات بتاعتي تعجبكم. وبقى كده احنا خلصنا يا بنات الفيديو بتاعنا، ونسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.